ما الذي يجعلهن يقفن هكذا بطابور طويل ليس له نهاية؟ وما الذي يمكن أن يكون أكثر تأثيراً بل وتعبيراً من هذا المشهد حين يقف هذا الجمع للحصول على وجبة طعام واحدة فقط؟ وماذا يمكن أن يقال سوى أن الحالة في اليمن أكبر مما يقال حتى؟ أفواه جائعة بانتظار طعام يعده متطوعون من 80 فرداً يقومون بعمل مشروع لإطعام الأسر المحتاجة في حزيز بالعاصمة صنعاء. الأسر المستهدفة يبلغ عددها حتى الآن 2000 أسرة. 2000 أسرة عدد كبير وصادم لمنطقة صغيرة في العاصمة صنعاء، فكيف إذن بتلك المدن المحاصرة وما تبقى من أراضي الجمهورية؟ هي حقيقة واضحة تستمر بالبروز للعلن تقول إن أعداد المحتاجين والفقراء يزداد كل يوم تقريبا بعد أن فقدت العديد من الأسر مصدر إعالتها ووظائفها في الحرب، وضع كارثي حذرت منه منظمات الأمم المتحدة حين قالت بأن اليمن على شفا مجاعة، مجاعة يبدو أننا ومن خلال هذه المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي نقترب منها بل ونهرول إليها في حال استمرار الحال على ما هو عليه. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO حذرت من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر التمويل العاجل لتقديم المساعدات في الوقت المناسب. المنظمة أضافت أن أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش، ووجهت نداء استغاثة لم يستجب لها إلا جزء من النصف الآخر من سكان اليمن والذين قرروا المساعدة بأنفسهم ولو بالقليل، فالقليل فقط هو كل ما يحتاجه هؤلاء بظل هكذا ظروف.